حنايا من سكان المدينه القديمه، حنا عندنا دارنا ملك، ما بغيناش نخرجوا من ديورنا ونبقاو في الزنقه. بغينا من دارنا ملكنا نخرجوا للسكن ديالنا اللي يليق بينا، ما نتكرفصوش، لان ديك 180 فاش غادي دير لينا؟ وما كاينش الكرا نهائيا، ما كاينش في المدينه حاليا، ولا خرجتي على برا تكري ب 40 وب 50، وحنا الناس على قد حالنا، ما عايشين في دارنا، ما تنخلصوا كرا. يعني بغينا من ملكنا نخرجوا لديورنا. كل مرة شي يقولوا لنا شي، تيقول لنا باقي تطلع في السيستم، تجيكم ورقة الهدم، حنا باقي ما جاش عندنا نقدم، ما قلنا حتى شي حاجة. حنا ولينا متخوفين، ما بقيناش نعسوا لا بالليل لا بالنهار، يعني ولينا في واحد الحالة رعب، ما عرفنا نجمعوا حوايجنا، ما عرفنا نتحولوا، ما عرفنا اش غنديروا. اليوم مشيت لدار الطاليان، المقاطعة ديال دار الطاليان، قال لنا باقي ما طلعتوش في السيستم، اللي غادي يطلع ورقة يطلع الهدم عاد غنقول لكم شنو كاين. وهذا الهدم واش 15 يوم واش شهر واش سيمان، ما عرفناش حاليا اشنو كاين. بغينا نعرفوا اشنو كاين، عطونا مهله فين نجمعوا حوايجنا، ومن نجمعوا حوايجنا من دارنا ندخلوا لديورنا. انا دوك في السكن ما يعطيوهمش لي، خرجونا من دارنا ندخلوا لديور ديال هذا ديال الشيء اللي غيعطيونا. انا من 86 وانا خارجه على برا باش يلاه دركت هذيك الدار اللي جمعت فيها اولادي، ودابا يجيو يخرجوني منها وينزعوني من كل شيء حشومه. هذا الشيء حرام عليهم، حرام هذا الشيء اللي داروا لينا. ما بين جمع حوايجك جمع وراقك، كي غادي ندير فين غادي نمشيو؟ ما لقيناش الكرا، تنضلوا نتجراو على الكرا، ما لقينا لا كرا لا والو. دابا تنطالب في الحق ديال ولادي اللي ما عطاوهمش. عندي ولدي عنده 54 عام قال لك يمشي معاك، فين غادي نديه؟ وعنده بيت وعنده دار، ودار يعني ماشي دار، ماشي زعما كاريه ولا شي حاجه، ولكن حشومه هادشي اللي داروا لينا. ما بين الليل جمعوا حوايجكم، هادشي اللي كاين، ما عطاوناش فرصه فين نهضروا ولا ندافعوا على راسنا. راه حشومه، راه الشفار الاولي اللي داروا هادشي هما اللي داروا هادشي، المقدمين والقياد وداكشي هما اللي داروا هادشي، وحنا دابا تنخلصوا، حنا دابا تنخلصوا بداكشي اللي داروا هما. انا ساكن مع الوالده ديالي، زاد اخرى في ديك الدار. الله المستعان. انا في عمري 44 عام، امي ساكنه في ديك الدار 55 عام، وجا وقال لك خرج. دابا الوالده راه مشرده عند اختي، انا عند النساء ما عرفت، انا وبنتي ومرتي عند نسابي، الله المستعان، حوايجنا مشتين ما عرفنا فين صدوا. جا قال لك خرج الصحه، علاش؟ علاش تخرج الصحه؟ فين غتديني؟ فين غنعيش؟ فين غنجلس؟ وانا خدام غير مويوم، كنفيق في الصباح كنجيب رزقي وكنجي، علاش تخرجني؟ عطيني انا التعويض ديالي، عطيني السكن ديالي. انا ما طالبنا حتى شي حاجه، اللي كيبغي شي حاجه، انا مع المحج الملكي، انا مع سيدنا الله ينصرو، ولكن راه المسؤولين اللي دايرين هذا الشيء، راه التماطر من 89 واد مسروق محطوط. من 1989 والحسن تي الله يرحمه قال سكن بسكن، يعني خرجتي الناس من الدار اعطيهم دار، ما تخرجوش تخلوا عليه حوايجو في الزنقه. حنا الحمد لله لقينا فين نمشيو، كاين الناس بسكن ما بقاوش فين يمشيو، الناس بسكن ما بقاوش فين يمشيو، الناس هنا في الزنقه، كاين اللي عنده حاط حوايجو غير في الباركينغ، اقسم بالله اللي حاطين في لي باركينغ. شنا على الربان والهدم ديال المنازل، ما شنا حتى حاجه، كنمشيو لصناداك ما كنلقاو حتى واحد، كنلقاو الكاتبه كتقول لنا سيروا احتري يبو، وديك الساعه غتجيو، وبعد غتري بالدار، فين غنمشيو حنايا؟ اش شكون باقي غادي يعرفنا؟ الملك عندنا ديالنا وما معروفينش بيه، هادشي لا حول ولا قوة الا بالله. كنشوفوا حنا ضعنا ماشي حقنا، الناس كتباكى، الناس ما تشوش في حالتها، ولا نكونوا ما نعرف كيفاش يكونوا يحنوا من هاد الناس ومن هاد البشر. اللي عنده بغى السكن يعطيو السكن، واللي بغى التعويض يعطيو التعويض. حنا مشروع الحسن الثاني، ما حاجة الحسن الثاني راه من 30 عام دابا، كان عليكم رسالة وباقي مازال حشومة. هاد اللي كيحكموا واللي كيديروا هاد الشيء حشومة عليهم، حشومة. شحال من قيد تبدل وشحال من والي تبدل، وحتى حاجة مزيانة ما كايناش.